يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت مغسلة للملابس ووجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص، ادفع 50 ريالا ونخدمك ب65 ريالا، هل في ذلك محذور شرعي؟ دخلت مغسلة ملابس ووجدت بداخلها لوحة قد كتب عليها عرض خاص، وجدت لوحة، ووجدت بداخلها لوحة نعم مكتوبا عليها عرض خاص، ادفع 50 ريالا ونخدمك ب65 ريالا، هل في ذلك محذور شرعي؟ اي نعم، اذا دفعت 50 تطلب زيادة عليها هذا ربا، هذا ربا ولا يجوز. نعم، وهذا قصدهم، قصدهم يبون يستعملون يحصلون مبالغ من الناس طمعا في الزيادة، ثم يردون عليهم من أموالهم بعض أموالهم، هذا ربا لا يجوز، تدفع دراهم وتأخذ مقابلها دراهم بزيادة. نعم.